أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا العام وبالتحديد في 8 يناير الموافق 14 من شهر صفر 1433، شهد الأزهر الشريف موقفا فكريا متألقا تمثل في إقرار جملة من المبادئ لمنظومة الحريات والحقوق الإنسانية عرفت بوثيقة الأزهر للحريات الأساسية. وكما ذكرت ديباجة الوثيقة أن هذا الإعلان جاء انطلاقا من متطلبات اللحظة التاريخية الراهنة، وكأن الأزهر يأبى إلا أن يكون في موقع المسؤولية عند كل منعطف تاريخي تشهده بلاد مصر والبلاد العربية، حيث كلما جارت الأحداث لإخراجه عن هذا السياق تسنم رجال مبادرون يسعون لتثبيت موقعية الأزهر الدينية والوطنية. بالتأكيد فإن لقاءنا هذه الليلة ليس للحديث عن الأزهر كمؤسسة ولا عن مشيخته كدو، فتلك موضوعة قد تتجاذب فيها الآراء، غير أن ما رمت إليه هذه الوثيقة من تحديد العلاقة بين المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية ومنظومة الحريات الأساسية التي أجمعت عليها المواثيق الدولية، فإن ذلك يعد موقفاً سيسجله التاريخ كإحدى إشراقات الأزهر الدينية والوطنية القائمة على الطرح المعتدل والفهم الصحيح المستوعب لحركة التقدم المعرفي والتراكم الحضاري الإنساني، لا سيما وأن هذه الوثيقة أيضاً جاءت من منطلق دعم حراك الشعوب العربية في هذه المرحلة بالذات، وما يمكن أن تعتبر مرحلة تحول نحو الديمقراطية والحرية وإن كانت لم تصل إلى الاستقرار بطبيعة الحال. من جهة أخرى فإن مما يشكل جانباً مهماً لهذه الوثيقة أن الذين شاركوا في صياغتها يصل عددهم إلى 35 شخصية وفق ما صرح به مستشار شيخ الأزهر الدكتور محمود عزب، جمعت مختلف القوى والتيارات السياسية والدينية في مصر من مسلمين ومسيحيين من رجال ونساء، مؤكدين على دعم السعي للتمتع بالحريات الأساسية وهي حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي وحرية الإبداع الأدبي والفني. وحيث أن مجمل الساحة العربية اليوم تتطلع إلى المزيد من الحريات المدنية في ظل التنوع الإثني والفكري، فإنه لا مناص لشعوبها من الاهتمام بمثل هذه الوثيقة ومناقشة مضامينها وصولاً لإيجاد آليات تفعيلها على أرض الواقع. يقارب لنا هذا الموضوع أيها الأخوة في هذه الأمسية شخصية معروفة لها حضورها الأكاديمي والإعلامي، إنه سعادة الدكتور خالد الدخيل أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود، وهو كاتب وناشط في مجال الإصلاح السياسي حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في مجال علم الاقتصاد السياسي من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة. نسعد جميعا بالضيف الكريم ليلقي ورقته، فأهلا ومرحبا بي، تفضل يا دكتور. شكرا، مساء الخير جميعا. كما تفضل أستاذ زكي، سأتناول جانب من جانب وثيقة الأزهر
ودلالتها السياسية فيما يتعلق بموضوع الدولة تحديدا في نادي شرطة المجتمع السياسي. وأنا عندما أتكلم معي الصديق جعفر عن الموضوع اخترت أن ألقي مقالتين كتبتها من قبل عن هذا الموضوع، وسبق أن ألقيت هاتين الورقتين على جمهور سن في نيابة الدكتور راشد مبارك في الرياض. فعندما تكلم معي الأستاذ جعفر قلت لازم ألقي هاتين الورقتين على جمهور الشيعة لأنها تتعلق بهذا الموضوع، الرؤية السياسية عند السنة وعند الشيعة. وبالفعل يعني تتعلق بمفهوم مركزي عند السنة وعند الشيعة حول الدولة، حول مفهوم الدولة. ولذلك أتمنى بالفعل أنا كما قلت للإخوان في الرياض، أتمنى بالفعل أنه تكون التعليقات محصورة في هذا الموضوع ما نخرجها، لأن أبغى أستفيد على الحقيقة. لأن هذه الورقة تنطوي على مجموعة من الأسئلة، من الفرضيات، من المرئيات التي هي محل دراسة وبحث. هذا نوع من الاختبار لهذه الورقة، وهو بحث قد يطول كثيرا بصراحة. عنوان المقالة الأولى: التحول الكبير، ولاية المتغلب استنفذت أغراضها. وأعتقد كلنا نعرف ما المقصود بولاية المتغلب. نبدأ بالسؤال البديهي مباشرة: ما هي ولاية المتغلب؟ هي نظرية أهل السنة في الحكم وفي كيفية تداول السلطة بين قوسين، وهي نظرية واقعية مفرطة في واقعيتها، خاصة في ظل الزاوية التي تنظر من خلالها إلى هذا الواقع. وأصحاب هذه النظرية هم الفقهاء أو أساطير الفكر الديني، والفكرة الرئيسية لنظريتهم في الحكم واضحة ومباشرة: إرفاء المشروعية الدينية على عامل القوة والغلب والاستيلاء على السلطة، مع تجاهل شبه كامل لكل العوامل الأخرى في واقع المجتمع وأبرزها عامل اختيار الأمة وقبولها أو رأيها لمن يتولى السلطة عليه. ربما أن الفقهاء لم يختاروا طوعا واختيارا استبعاد آلية اختيار الحاكم تماما، وإنما خضعوا للواقع الاجتماعي بالسلطة السياسية. هناك واقع اجتماعي للسلطة السياسية يفرض مفتاحها، هذا صحيح. يعني كما تعلم يعني ممكن يكون الواقع الاجتماعي في بعض المجتمعات هو التركيبة الطبقية للمجتمع، وسطوة هذه التركيبة ممكن تكون في مجتمع آخر زي مجتمعاتنا هي التركيبة القبلية. وقد سهل عليهم ذلك سكوت القرآن النص الأول والمؤسس عن موضوع الحكم وطريقة تداوله في المجتمع الإسلامي. وقد اشترط الفقهاء على سلطة المتغلب التزام صاحبها بتطبيق الشرع وأوامر الدين ونواهيه، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك خارج إطار ومقتضيات التحالف السياسي بين الاثنين؟ والدافع الأهم وراء موقف الفقهاء هذا هو كما يقال في الأدبيات درء الفتنة،
وذلك لأن الاعتراف بعامل اختيار الحاكم أو ولي الأمر يحمل معه في الثقافة السياسية العربية مخاطر الاختلاف وفتنة الصراع، وعليه قطع لدابة هذه الفتنة من أصلها. كان في نظر الفقهاء لا بد من قبول الأمر الواقع القائم على القهر والغلبة أو مقتضيات توازنات القوة في المشاكل، بغض النظر عن أي عوامل أخرى أخلاقية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. في هذا الإطار تبدو نظرية ابن خلدون عن الدولة الإسلامية بأنها نوع من التفسير لبروز ولاية المتخلف. لأن هكذا ابن خلدون ينظر إلى الدولة من زاوية الدين أو تضافر الدين مع العصبية. والعصبية هي أساس ولاية المتغلب. نوع من التفسير لبروز ولاية المتغلب وفرضها لنفسها على التاريخ، وأنها تعبير مباشر وأمين لبنية المجتمع العربي الذي تكرس توازنات القوة فيه إلى العصبية. وقد ذهب هذا المؤرخ إلى حد القول بأنه حتى الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، مستشهدا بالحديث الصحيح: ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه. هذا هذا مجرى العادة عند ابن خلدون. هيمنت نظرية ولاية المتغلب على المشهد السياسي العربي منذ الدولة الأموية وحتى أيامنا هذه، وإن بصيغ وأشكال مختلفة للدولة تبعا للمرحلة التاريخية التي تنتمي إليها، من الأمويين إلى العباسيين إلى البويهيين إلى السلاجقة إلى العثمانيين إلى الاستبداد العربي الحديث، كلها استمرت يعني أسطوانة واحدة، مبررات مختلفة، خطابات مختلفة، صيغة مختلفة للحكم، بس الجوهر بقي واحد. ما تغير، تضخمت الدولة، تكبر الدولة، جوهر العملية السياسية بقي، لم يتغير حق. مع بداية الربيع العربي أواخر العام الماضي بدأت التجربة السياسية العربية تأخذ منحا مختلفا، وهذه أهمية الربيع العربي، إن بالفعل يعني إذا استمر على الوتيرة التي هو عليها حاليا فهو يعني بداية مرحلة تاريخية سياسية جديدة في العالم العربي، لأن هذا الربيع أسقط شيء اسمه الاستبداد، وأدخل الشعب لأول مرة يدخل الشعب كطرف أساسي في المعادلة السياسية. قبل كده ما كان من الأمكان. حتى أيام الخلفاء الراشدين، بل حتى أيام الرسول نفسه، هذه أول مرة ندخل فيها أن الشعب يدخل طرف في المعادلة السياسية، لأن الشعب هو الطرف الأساسي أصلا. الشعب طرف أساسي للعملية السياسية، فهو مستبعد ظلما وعدوانا حقيقة. مع بداية الربيع العربي أواخر العام الماضي بدأت التجربة السياسية العربية تأخذ منحا مختلفا، بعيدا عن هذه النظرية، نظرية ولاية المتغلب، ولصالح نظرية أو نظريات أخرى تقطع مع الموروث الفقهي لنظرية الدولة ومع ولاية المتغلب تحديدا. في هذا السياق تعتمد ثلاث تطورات تمثل معا مؤشرا واضحا على هذا التحول السياسي الذي يمر به العالم العربي في هذه الأيام. هذه المؤشرات هي: أولا، تزامن موجات الثورات الشعبية بشكل متتابع في 5 دول عربية. هذا شيء لافت. طبعا هذه الملاحظة بحد ذاتها تسقط بشكل واضح في تصور ما يقال عن نظرية المؤامرة. ست دول عربية انت إدارة تضيف البحرين. بس مشكلة البحرين
خليها مرحلة النقاش ناقش. يعني لما تأخذ مصر مثلا، خذ النموذج المثالي لما يسمى بالربيع العربي موجود في تونس في مصر. يعني هذا يعني مع بعض يمثلون حال. ثم تأتي للحالات الأخرى، الحالة السورية وحالة البحرين. المؤشر الثاني هو فوز الإسلام السياسي، وهذا الشيء أيضا شيء جديد في التاريخ العديد على الاتحاد. فوز الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات، أو من هم قريبون من الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية التي أعقبت نجاح الثورة في إسقاط رأس النظام وفرض مسار التغير السياسي المنشود من خلال صندوق الاقتراع، وبإعلان فوز حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي بأكبر نسبة في الأصوات. ثم قبل ذلك أيضا فوز طبعا حزب النهضة في تونس. وأضف إلى ذلك أيضا حزب واسم التنمية أو العدالة والتنمية اللي في المغرب. العدالة والتنمية اللي في المغرب. أنت عندك الآن يعني عندك قوس من الإسلام السياسي بدأ يحكم في المنطقة. بهذا الفوز يتشكل الآن هلال من الإسلام السياسي يمتد من تونس إلى مصر، وسوف يصل إلى سوريا. ربما أن هذا الفوز الإسلام السياسي يقلق البعض، لكن هذا الفوز جاء بآليات. على فكرة ترى في ناس كثيرين، ليس فقط الحكومات مزعجين من فوز الإسلام السياسي، في كثير من بعض الإسلاميين مزعجين، في كثير من الليبراليين مزعجين، في كثير من دعاة الديمقراطية مزعجين من فوز الإسلام السياسي. وأنا لا أنتمي إلى التيار الإسلام السياسي حقيقة. أنا أعتبر نفسي أنتمي إلى التيار الليبرالي، لكن أنا أعتبر متطور كبير جدا وفي صالح الديمقراطية أن الإسلام السياسي أولا يتنازل عن محرماته كلها، يعني سابقا كان يحرم الديمقراطية، كان يحرم الانتخابات، كان يحرم حرية الرأي، كل هذه قبلها، ودخل العملية السياسية على هذا الأساس على تطور. هنا تأتي أهمية التطور الثالث وهو صدور وثيقتين عن الجامع الأزهر اللتين أشار إليهما الأستاذ زكي، الذي احتدم وسط الجدل السياسي الذي احتدم ولا يزال حول طبيعة الدولة التي يجب أن تقوم في مصر في أعقاب تنحي الرئيس حسني مبارك. فبما أن الثورات الشعبية العربية هي ثورة على الاستبداد، فإن لا يمكن أن تكون كذلك من دون أن تكون أيضاً ثورة على الفكر السياسي الذي كان الاستبداد يستظل به. ووثيقة الأزهر الأخيرة هي أوضح تعبير عما يمكن أن يكون بداية لهذه الثورة الفكرية، لأنها تمثل استجابة الفكر الديني للتحول السياسي الذي اجترحته هذه الثورة، وهي وثيقة أجمع أبرز مثقف مصر على اختلاف انتماءاته من فكرية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر. أصلاً يعني الشيء الجميل في وثيقة الأزهر أنه وقع عليها الأخبارط والسلفيون والإخوان والليبراليون والقوميون واليساريون، كل التيارات وقعت على هذه الوثيقة. والشيء اللافت أن كل هذه التيارات المسيحي والمسلم واليساري والقومي والشيوعي كلهم ارتضوا مرجعية الأزهر وذهبوا للأزهر ووقعوا على هذه الوثيقة داخل الأزهر. هذا يعني يعطي إلى أي درجة ممكن المؤسسة الدينية أن تلعب دور محوري ومستنير في المجتمع. و
وهي وثيقة لتكون وثيقة استرشادية عند كتابة الدستور بعد إتمام الانتخابات البرلمانية. كما واضح. ماذا تقول هذه الوثيقة؟ تشمل الوثيقة 11 بندًا أجمع عليها الموقعون. من أهمها تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة. كانت في مصر جدل حول هل هي دولة علمانية ولا لا؟ أو دولة مدنية؟ كان هناك مقاومة من السلفيين ومن الأخوان. لمفهوم العلمانية والمدنية. لكنهم اضطروا على تعريف أو أجمعوا على تعريف يؤدي إلى هذا المفهوم. وهو الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية العادية. هذا تعريف قريب جدا للدولة المدنية. الدول المدنية وقريب بأقل قليلا من الدولة حتى العلمانية. طبعا تعرفون الإخوان في تونس عندهم موقف متقدم أكثر. إخوان تونس حزب النهضة وعلى رأسهم المؤسس عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي يجادلون الآن في تونس بأنه لا يجب أن نضيف الشريعة كمصدر للتشريع في الدستور وأن نقبل بالفصل الأول للدستور التونسي الذي صدر عام 1959. عندهم كده تعريف جميل يقول لك إن الشريعة تقسم والإسلام يوحد. ينص الفصل الأول على أن تونس بلد إسلامي أو دولة إسلامية لغتها الرسمية العربية. هذا بلد إسلامي عربي كخلافة مرجعية الإسلامية العربية. وما يرتبط ما ترتضيه الأغلبية هو الذي يجب أن يتبنى في الدستور. هنا في محاولة للموائمة بالفعل بين روح الإسلام وروح الديمقراطية. ثم تواصل الوثيقة لتقول واعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر آلية لتداول السلطة والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي. ومع أن الوثيقة أكدت على أن سلطة التشريع في الدولة الجديدة يجب أن تتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، لا أعرف التعبير عن يعني هذه عبارة مفتوحة، المفهوم الإسلامي الصحيح. هذه جملة مفتوحة تعطيك حرية حركة، ليست جملة مغلقة، وهذه جملة واسعة في معناها ومفتوحة في دلالاتها. إلا أن تبني الوثيقة بكليتها يعتبر تحولا فكريا كبيرا من قبل الأزهر كمؤسسة دينية، وتعتبر الوثيقة بهذا المعنى أول وثيقة سياسية صادرة عن واحدة أكبر المؤسسات الدينية في العالم العربي لا تعترف بمشروعية الثورة التي أرغمت الرئيس بين قوسين ولي الأمر على التنحي وحسب، بل تؤسس فكرية لانتهاء صلاحية نظرية ولي الأمر. هذا صحيح. شكرا. تؤسس فكرية لانتهاء صلاحية نظرية ولاية المتغلب وأنها استنفرت أغراضها وتجاوزها الزمن ولم تعد مقبولة لا شرعاً لا شرعياً ولا سياسياً في هذا العصر. وقد ذهب الأزهر أبعد من ذلك لتأكيد تخليه عن هذه النظرية عندما أصدر وثيقة أخرى اتفقت على مواثيق الستة المجموعة نفسها التي توافقت على الوثيقة الأولى. وأبرز ما جاء في الوثيقة الثانية قوله بأن شرعية السلطة الحاكمة من الوجهة الدينية والدستورية تعتمد على رضاء الشعوب واختيارها الحر من خلال اقتراع علني يتم في نزاهة وشفافية وديمقراطية باعتباره البديل العصري المنظم لما سبقت به تقاليد البيعة السياسية الرشيدة. لاحظت يعني حل التقاليد جديدة مع حل التقاليد القديمة. في هذا النص تخلي كامل
عن الإرث السياسي الإسلامي الذي حدد تولي السلطة بثلاث طرق، هي بيعة أهل الحل والعقد أو الاستخلاف أو بالقوة والغلب. واللافت أن الوثيقة تعتبر ذلك الإرث القديم من التقاليد التي حان وقت تجاوزها، وأنها ليست من موجبات الشريعة وملزماتها. بعد ذلك تتحدث عن ولاية المتغلب بشكل مباشر وإن بصيغة تبرر ما كانت عليه هذه النظرية. واللافت أن هذه الوثيقة تعتبر ذلك الإرث من التقاليد التي حان وقت تجاوزها وأنها ليست من موجبات الشريعة وملزماتها. بعد ذلك تتحدث عن ولاية المتغلب بشكل مباشر وإن بصيغة تبرر ما كانت عليه هذه النظرية، عندما تقول الوثيقة: ومن قال من فقهائنا بوجوب الصبر على المتغلب المستبد من الحكام حرصا على سلامة الأمة من الفوضى والهرج والمرج، فقد أجاز في الوقت نفسه عزل المستبد الظالم إذا تحققت القدرة على ذلك وانتفى احتمال الضرر والإضرار بسلامة الأمة ومجتمعاتها. لكن الوثيقة تقرر بعد ذلك من دون لبس، لأن الأزهر قد ترك هذه النظرية حيث تنص على أن مواجهة أي احتجاج وطني سلمي بالقوة والعنف المسلح تعد نقضا لميثاق الحكم بين الأمة وحكامها، يعني يجوز الخروج على ولي الأمر. هذا معنى الكلمة، أن مواجهة أي احتجاج وطني سلمي بالقوة والعنف المسلح تعد نقضا لميثاق الحكم بين الأمة وحكامها. وإذا تمادت السلطة في طغيانها واستهانت بإراقة دماء المواطنين الأبرياء حفاظا على بقائها غير المشروع، أصبح من حق الشعوب المقهورة أن تعمل على عزل الحكام المتسلطين وعلى محاسبته، بل تغيير النظام بأكمله مهما كانت المعافية. ثم تضيف: فانتهاك حرمة الدم المعصوم هو الخط الفاصل بين شرعية الحكم وسقوطه في الإثم والعدوان. هذا إنهاء كامل لنظرية ولاية المتغلب، إلغاء نهائي لها، يعني من قبل مؤسسة بحجم مؤسسة الأزهر. بعبارة أخرى، أسقط الأزهر مبدأ عدم جواز الخروج على ولي الأمر حتى ولو كان ظالما، كما كان يظلم سابقا أو فاجرا. ماذا يعني ذلك؟ إذا أخذنا تطورات أحداث الربيع العربي ما فيها التحول الفكري في موقف الأزهر كممثل رئيسي للفكر الديني وانتظام حركات الإسلام السياسي في هذا التحول، فإنه يؤكد بأن مسار التغير السياسي للمجتمعات عبر حقب التاريخ مراحل الخلاف والصراع المتتابعة بين القوى الفاعلة فيه يتجه بشكل تدريجي وتراكمي أو طفرة تاريخية في عنفها أحيانا أخرى نحو تأكيد الاختلاف والتعددية بدل أحادية الرأي، وتداول السلطة بدل الاستبداد بها، ونحو الاعتراف بحق الحرية للجميع بدل أن تستأثر بهذا الحق فئة دون أخرى. بعبارة أخرى، مسار التغير الاجتماعي للإنسان يتجه بشكل متصاعدي ومستمر نحو مزيد من العقلانية. الجملة مهمة بالنسبة لي لأنها تتعارض مع طروحات كثيرة. المحرك الأساسي للتاريخ في مساره هذا صراع القوى الفاعلة فيه، لأنه لا يتبع خطا مستقيما واحدا من دون تعرجات. التاريخ العربي كما تاريخ الأمم الأخرى يؤكد ذلك. وبالتالي إذا كان التغير حتمية تاريخية، فإن التغير في هذا الاتجاه التراكمي هو الآخر حتمية أخرى، وإن عبر تعرجات وانكسارات وانحسارات متتالية أو متقطعة.
وبأكلاف باهظة أحيانا لمجتمعات أو أمم دون أخرى. بهذا المعنى يبقى التاريخ في جوهره حركة متصلة تبعا للعلاقة الجذرية بين القوى الفاعلة فيه والطبيعة التي تأخذ هذه العلاقة من مرحلة تاريخية الأخرى ومن مجتمع لآخر. ومر الربيع العربي بتحولاته إلا امتداد طبيعي لهذا التاريخ، وإذا كان هذا التحول قد أفضى بوضع حد لصلاحية ولاية المتغلب، وبما أن هذه النظرية تستند إلى العصبية فإنه يعني أيضا وضع حد لصلاحية نظرية ابن خلدون في الدولة. انتهى يعني حتى نظرية ابن خلدون انتهى بصلاحيته مع هذه المرحلة. العنوان الثاني بين ولاية المتغلب وولاية الفقيه. وأنا أتكلم هنا إلى ناس طبعاً يعرفون في موضوع ولاية الفقيه أكثر مما أعرف كثيراً، لكن أنظر لها من زاوية تخصني أنا. إذا كانت ولاية المتغلب هي نظرية أهل السنة في الحكم، فإن ولاية الفقيه هي نظرية الشيعة الإمامية أو الإثنى عشرية عن الموضوع نفسه. كانت ولاية المتغلب بمثابة تأصيل الفقه نظري للواقع السياسي الذي فرض نفسه ابتداء من الدولة الأموية في مراحل في أواخر مرحلة الفتنة ومقتل علي بن أبي طالب. أما ولاية الفقيه فقد جاءت كتدخل فقهي نظري لإنقاذ الفكر السياسي الشيعي من حالة الجمود والاختناق التي انتهى إليها في أعقاب غيبة الإمام الثاني عشر محمد بن حسن. هذا علي تحمل يتفق عليه كثير من الذين كتبوا حول هذا الموضوع ومن مفكرين ومثقفين شيعة وبينهم يعني أخونا العزيز دكتور توفيق. في عقاب غيبة الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري في أوائل القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. والمقصود بولاية الفقيه طبعا كما تعرفون هو المعنى المباشر لهذا المصطلح، وهو أن يحل الفقيه محل الإمام الغائب في تولي السلطة السياسية أثناء غيبة. في البداية ظل الجدل بعد غيبة الإمام يدور حول حجم الصلاحيات التي يجوز انتقاله من الإمام إلى الولي الفقيه. وهنا يحسن بنا التذكير بأن الأصل في تولي السلطة السياسية في الفكر الشيعي أنه حق إلهي حصري للإمام المعصوم من الخطأ والفساد. هنا تلتقي في يعني في نقاط التقاء بين ولاية المتغلب وولاية الفقيه هنا. بس هناك مبررات توازنات قوة تفرض الاستبداد، وهنا تأتي المعطيات أو الاعتبارات الدينية لتبرير تولي مجموعة أخرى أو احتكار مجموعة أخرى للحكم. في تشابه بين النظريتين ولو أن جذورهم مختلفة وأهدافهم ربما مختلفة. بعد حدوث الغيبة وما ترتب عليها تسببت بإرباكات دينية وسياسية أخذت تتراكم مع الوقت وبجمود فكري، مما فرض التفكير بمخرج من هذا الواقع. وتتفق المصادر بأن الفقيه الإيراني أحمد المراقي وبعد محاولات وسجالات متتالية امتدت ذكره هو أول من بلور مفهوم ولاية الفقيه في أوائل القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي للخروج من المأزق الفكري والسياسي. أما أول من طبق نظرية ولاية الفقيه وأقام على أساسها دولة فهو طبعاً عن آية الرحمن، وذلك في إيران في عقاب الثورة. من الناحية التاريخية إذا كانت ولادة نظرية ولاية المتغلب في الشام وتحديداً في دمشق مع قيام الدولة الأموية وهي التي أطلق عليها الفقهاء وعلى الدول التي قامت بعدها بالملك العظيم. أما ولاية الفقيه فقد ولدت فكريا في إيران ثم تجسدت سياسيا بعد قيام الجمهورية الإسلامية هناك. السؤال الذي يبرز هنا كيف تبدو الفروق بين هاتين النظريتين الإسلاميتين في إطار ثورات الربيع العربي؟ قبل ذلك تجدر إشارة إلى أن كلتا النظريتين تنتميان إلى جذر اجتماعي واحد
وهو الخلاف الذي حصل في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو الخلاف الذي تمحور حول سؤال واحد على فكرة مشكلة العالم العربي. يظل يعاني من ما أسميه بسؤال الحكم، ظل سؤال الحكم معلق في الهواء مثل السقيفة. مع الحسن لم يحسن أبدا بحيث يتحول، يعني تتوفر هناك إجابة على هذا السؤال يتم التواضع عليها وتحظى بالإجماع الشعبي كما هو موجود في أوروبا وتنحل المشكلة. بقي هذا السؤال، طرح مرة واحدة أو طرح عنصر واحد من هذا السؤال في السقيفة، وهو من يخلف الرسول. العناصر الأخرى للسؤال لم تطرح، كيف يتولى لم يطرح هذا السؤال، ما هي حدود السلطات من يتولى الخلافة بعد الرسول لم يطرح هذا السؤال، ما هي المدة التي يبقى فيها في الخلافة يعني في السلطة وفي الخلافة لم يطرح هذا السؤال. هو طرح فقط من يخلف الرسول. طبعا هذا كان يعني ربما يعني أننا نطلب من ذلك الجيل بأكثر ما هو متوفر له، يعني نتذكر أنه نحن نتكلم عن القرن الهجري الأول السابع الميلادي ونحن الآن في القرن 21 والخامس عشر الهجري، فربما أنه كان طبيعي، لكن المشكلة أنه التجربة التراكمية لم تبني على ما حصل في السقيفة، ما حصل بناء عليه بل تم تجاوزه تماما. هذا سؤال سياسي له، من الذي يخلف الرسول؟ صرف، هذا سؤال سياسي صرف، وهو السؤال الذي على أساسه شهدت السقيفة صراعنا للحكم بين المهاجرين والأنصار أو بين الصحابة حقيقة. وبالتالي فإن الخلاف الذي تمحض عن ذلك السؤال والذي تطور لاحقا ليأخذ شكل خلاف بين السنة والشيعة كان في أصله وفي جوهره خلاف سياسي، ما كان خلاف عقدي أصلا، هو خلاف سياسي على الحكم، لكن تطور لاحقا وأخذ شكل الانقسام العقدي. وبعد السقيفة بمئات السنين حصل هذا التطور. في هذا الإطار كان هناك شيعة أو مناصرون لعلي بن أبي طالب في مطالبته بحق في وراثة ابن عمه الرسول في أن يكون أول خليفة لهم نظرا لسابقته في الإسلام ولأنه أقرب المهاجرين إلى الرسول نسبا. يجادل عبد الجواد ياسين في كتابه السلطة في الإسلام بأن توريث السلطة الذي طالب به علي يأتي ضمن سياق تاريخ اجتماعي أملته أعراف الثقافة القبلية العربية. وبالتالي قبل أن نقرأه في جدليات التنظير الشيعي كحقيقة دينية تنبني عليها نظرية كلامية كاملة، يجب النظر إليه إلى أساسه الأصل. يعني حتى أبو بكر يعني على فكرة قال كلام مباشر، يعني عندما رد على الأنصار والله لا ترضى العرب أن يحكموا إلا هذا الحي من قريش، مشير إلى المهاجرين، هذه نظرية قبلية، هذه مجادلة قبلية. وضمن في سياق المجادلة القبلية، طيب إذا كان يحق لك يا أبو بكر أن تتولى الحكم على أساس قبلي فالرسول أقرب له، فعلي أقرب للرسول مثلا، كلاهما ينتميان إلى نفس المفهوم أبو بكر وعلي. عندما تأخذ مجادلة السقيفة والإشارة هنا أن مطالبة علي بخلافة الرسول كموقف سياسي هي مطالبة مبررة وتتسق تماما مع مرحلتها التاريخية، من حيث أن مفهوم الشخصية المعنوية للدولة لم يكن حاضرا وقتها، لا زال الدولة بدايتها، ولم يتبلور تماما في الثقافة السياسية آنذاك، وبالتالي لم تكن مطالبة علي بالخلافة مبنية على أساس من إمامة دينية انفرد بها وتؤهله لوراثة النبوة والوحي بعد النبي. بعبارة أخرى كان حق علي في الخلافة لا يتجاوز المعطيات الاجتماعية والسياسية التي كانت موضوع التداول والاختلاف في السقيفة،
مثله في ذلك مثل بقية الصحابة كأبي بكر وعمر وسعد بن عبادة على سبيل المثال. لكن بعد مقتل علي في الفتنة ثم مقتل الحسين بن علي في كربلاء بدأت النظرية الشيعية في الحكم تأخذ منحا ثيولوجيا أو دينيا تصاعديا إلى حد كما يقول البعض النجوم الأسطورة، وبالتالي تبلورت على أساس مفهوم الإمام المعصوم الذي جاء النص الإلهي حسب الكلام الشيعي بوجوب أحقيته المطلقة في تولي إمامة المسلمين، ثم سحب ذلك بشكل ارتجاعي إلى علي باعتباره الإمام الأول ثم الحسن فالحسين إلى آخره. بالعودة لموضوع الفروق نجد أن أهم فرق بين النظريتين هو أن ولاية المتغلب تأسست على فرضية مفصلية، وهي أن الحكم والشأن السياسي موضوع دنيوي وليس موضوعا دينيا. هذا الذي يسمح للأزهر أن يسوي الحركة اللي سواها هذا الانقلاب، لأن الحكم عند السنة هو موضوع سياسي موضوع دنيوي، وبالتالي تقع مع معالجته ضمن حدود الفقه والاجتهاد البشري وليس ضمن حدود العقيدة والأصول أو علم الكلام. من جانبها تتبنى نظرية ولاية الفقيه كامتداد لنظرية الإمامة والعصمة تنبني على فرضية أن الحكم والسلطة السياسية موضوع ديني صرف، يعود أمر تقرير من يتولاه إلى الله نفسه وإلى النص المقدس، وبالتالي يقع ضمن حدود العقيدة والإيمان وليس ضمن حدود الفقه واجتهاد الفقهاء. والدولة التي يجب أن تنبثق من ذلك هي بالضرورة دولة دينية يحكمها رجال الدين. وقد لاحظ توفيق السيف في كتابه نظرية السلطة في الفقه الشيعي بأن قيام دولة ولاية الفقيه يمثل تجاوزا غير مباشر لفكرة التلازم بين الإمامة والسلطة. هذه فرضية لطيفة أو استنتاج لطيف. قيام دولة ولاية الفقيه في إيران، تعرف الدكتور يعني كتب رسالة الدكتوراه عن إيران، فهو متخصص في شأن إيران، متخصص في موضوع يعني الفكر السياسي وولاية الفقيه. فهو يقول أن قيام دولة ولاية الفقيه يمثل تجاوزا غير مباشر لفكرة التلازم بين الإمامة كمفهوم ديني وبين السلطة كمفهوم سياسي دنيوي. يعني في تلازم بينهم في النظرية الشيعية. وبالتالي يخرج موضوع السلطة بشكل كامل من الإطار الكلامي إلى الإطار الفكري. ورغم أن اعتماد ولاية الفقيه كبديل لتعذر ولاية الإمام المعصوم هو تخريج فقهي ونقل للموضوع من دائرة الاعتقاد إلى دائرة الفقه، إلا أنه لم يمنع من أن تكون الدولة التي قامت على أساس ولاية الفقيه في إيران بعد الثورة هي دولة مدنية. والأرجح أن السبب في ذلك مرتبط بحاجة الفقيه للإمام لإرفاع الشرعية على ولايته. المرشد في إيران يحتاج قضاء الإمام. ولذا لم يترتب على تبرر مفهوم ولاية الفقيه خروج الفكر السياسي الشيعي من أزماته المعرفية المتمثلة باتكائه المفرط على أسطرة مفهوم الإمام بقدر ما أنه أتى تجاوزا مؤقتا للإنسداد السياسي الذي فرضته غيبة هذا الإمام. ومن هذه الزاوية تبدو ولاية الفقيه الخطوة قبل الأخيرة لتحرر الفكر السياسي الشيعي من فكرة تدين السلطة السياسية والحاجة إلى الأسطورة كرافعة معرفية. انطلاقا من هذا الفرق تبدو مواقف السنة والشيعة في العرب من الربيع العربي متمايزة. ففي إطار هذا الربيع يبدو الإسلام السياسي السني في الطريق للتخلي عن ولاية المتغلب والتخلي عن كل طروحاته السياسية والدخول فيما أو البدء بتبني مفاهيم سياسية حديثة. طبعا هذا سيحرج مؤسسات دينية كثيرة حقيقة، زي المؤسسة الدينية اللي عندنا هنا. المؤسسة الدينية اللي عندنا هنا
حركة الأزهر بالنسبة لها لو لاحظتم كبار العلماء عندنا صامتة لم تعلم على هذا الموضوع، على أن حرب كبيرة ضخمة عظيمة. ها؟ ففي طار هذا الربيع يبدو الإسلام السياسي السني في الطريق للتخلي عن ولاية المتغلب واستبداله بنظرية أكثر اتساقا مع طبيعة المرحلة وأكثر استجابة لتطلعات الشعب في أن يستعيد حقه ليكون شريكا مباشرا في العملية السياسية. أما الإسلام السياسي الشيعي فيبدو أنه يسير في الاتجاه المعاكس، أو أنه لم يتحرك بتأكيد على الهوية المذهبية والتمسك بمفهوم الإمامة وعصمة الإمام كمصدر لشرعية السلطة السياسية. ولو أخذنا الموقف الرسمي من ثورات الربيع العربي لوجدنا أن البعد المذهبي أكثر حضورا لدى الطرف الشيعي، حيث تقف إيران ومعها العراق، وهذا الموضوع سنتحدث عنه بالتفصيل أكثر، حيث تقف إيران ومعها العراق والحركات السياسية الشيعية مع ثورات العربي باستثناء سوريا التي يحكمها طاقم وحكم غير سني ومتحارب طبعا مع إيران. وكذلك تقف هذه الأطراف مع انتفاضة البحرين لأن يغلب عليها الطابع الشيعي. يمكن القول بأن كل الأنظمة العربية ترفض فكرة الثورة الشعبية، وهذا صحيح، كل الأنظمة العربية لا تقبل فكرة الثورة الشعبية، كل دول طبيعتها لا تتقبل فكرة الثورة لأن تعرف أن لو قبلتها في مكان قد تصل إليها. هذا يضع في موقف محرج. ثم أن طبيعة هذه الدول يعني كدول استبدادية يعني أصلا يعني فكرة الثورة بالنسبة لها مرفوضة مسبقا. كل الأنظمة العربية ترفض فكرة الثورة الشعبية من حيث المبدأ لأسباب سياسية وليست مذهبية، لكن لا يمكن أن نقول شيئا نفسه عن إيران والعراق. طيب خلي هذا مرحلة النقاش. حسنا. أن نقول شيئا نفسه عن إيران والعراق أو عن حزب الله في لبنان والمجلس، لا. أما بالنسبة ستكون فرصة للنقاش. أرجو الهدوء، ستكون فرصة للنقاش. أما بالنسبة للموقف غير الرسمي فيمكن ملاحظة أن كل الثورات التي طالبت بإسقاط النظام حصلت لأنظمة سنية ما عدا سوريا. ومع ذلك يقف أغلب السنة كما يبدو مع هذه الثورات جميعا. الموقف غير رسمي. أما الشيعة والحديث عن الأغلبية والحركات على الاتحاد فإنهم مع الانتفاضة في البحرين على أساس مذهبي ومع الثورة في كل بلدان ما عدا سوريا انطلاقاً من الأساس المسيحي. صحيح. صحيح. إذن وكما رأينا في مقالة الأحد الماضي ولاية المتغلب نظرية واقعية مفرطة في واقعيتها وهو ما يسهل عملية استبدال. أما ولاية الفقيه فهي على العكس من ذلك، نظرية ثيولوجية مفرطة في ثيولوجيات أو في تدينا رسول. ومع تداعي نظرية ولاية المتغلب ماذا سيحصل لولاية الفقيه أو لنظرية ولاية الفقيه؟ تبدو الدول العربية التي حدث فيها ثورات شعبية تستعد للخروج من تاريخ الصراع المذهبي وتأسيس دولة مدنية. وإذا ما تحقق بعض من تطلعات الربيع العربي هذه فسوف يتغير إطار التاريخ لعلاقة السنة والشيعة، وتبع لذلك سوف تتغير معطيات الواقع السياسي أمام ولاية الفقيه بما يزود من غربتها ومن مأزقها النظري والسياسي. والحقيقة أن هذا المأزق يخص النظام السياسي الإيراني من حيث يستنزل هذه النظرية. وما قد ضاعت من هذا المأزق أن عددا كبيرا من المراجع الشيعية ترفض نظرية ولاية الفقيه. أغلبيتنا يعني حسب معرفتي من أغلبية مراجع الشيعة يرفضون نظرية ولاية الفقيه ويتفقون معها. ولعل من أبرز يعني من أبرزهم محمد حسين فضل الله في لبنان مرارة وآيد الله منتظر كان معاه بس بعدين يعني انقلب. وترى هذه المراجع وجوب فصل الدور الديني للفقيه عن دوره السياسي هذا تبع الحيوية التوصيفية.
أنا هنا أصل إلى نهاية قاعدتي، أستعد لكم. نشكر سعادة الدكتور على هذه المحاضرة القيمة التي لامست كثيرا من النقاط اختلفنا أو اتفقنا معها أو مع بعضها، فهو هذا الميدان من الغرض من إقامة هذه الندوات هو إثارة الفكر وتجلية الرأي في مثل هذه المواضيع الهامة على مستوى الأمة. ستكون فرصة للنقاش، ولكن على طريقة الفضائيات دائماً البرامج المهمة تستقطع فيها أيضاً لإعلانات أيضاً لها قيمة. أود أن أشير قبل المداخلات حتى الدكتور يأخذ نفس ويشرب ماء، أشير إلى المعرض الفني الذي نسجته أنامل فنانة تشكيلية من هذه المحافظة وهي الأستاذة رجاء الشافعي. كان من المفترض أن تكون حاضرة في هذا الملتقى لتلقي مدرستها أو طريقتها في الفن هذا التشكيل، ولكنها أتاحت الفرصة لمن يريد الشراء، فسعر اللوحات موجودة على الورق، أي واحد يريد يقتني فيستطيع أن يتصل إلى الأستاذ إبراهيم المسكين. شكرا لكم جميعا على هذا التفاعل والحضور، ونبدأ المداخلات من الأخوة والأخوات. أي أحد عنده مداخلة؟ نبدأ باليمين ولا باليسار؟ من الوسط. بس أرجو التعريف بالاسم والاختصار لأنه أتوقع أن المداخلات تكون كثيرة. تفضل دكتور توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي أخي وصديقي دكتور خالد، والحقيقة في كل مرة ألتقيها أجد أفكار جديدة ومثيرة. أنا أتفق معه في الكثير من الأفكار وأصارعه في بعضها وهو أيضا يصارعه، ولكنه مصارع شرس لذلك أخاف منه لأنه أصنف نفسه ليبراليا وأيد وثيقة الأزهر الديني. لا طاف هو يتواضع يقول ليبرالي. هل سماه بوجود؟ نعم، الحقيقة أنا يعني بالأضافة إلى أني استفدت كثير من الأفكار وفضل الدكتور بعرضها، ولا أريد تكرار حتى لا ينعاد بقية الأصدقاء عندهم كثير من الكلام فيها، لكن في ثلاث نقاط أحب أطرحها. الأولى أنه أنا أشك في أن وثيقة الأزهر ستأخذ مكانها كنص ديني في الفقه الإسلامي. يعني حصلت تحولات كثيرة في التفكير الإسلامي، لكن لسبب ما الأكثر حداثة والأكثر قربا من السياسة نادرا ما يأخذ مكانه كنص ديني معتبر. يعني سيبقى يعني الناس لا سيما في المدارس الدينية يرجعون إلى كتاب الأحكام السلطانية وبقية كتب السياسة الشرعية الأخرى باعتبارها نصا عاليا، بينما وثيقة الأزهر التي قد تكون مستندة إلى علم أعمق من علم الماوردي لن تكون يعني معتبرة بنفس المستوى. ليس لعيب فيها، لكن لعيب في المنهجية القائمة في يعني في هذا النوع من المعرفة أو هذا النوع من. نفس المسألة تقال فيما يتعلق بالنقاشات حول ولاية الفقيه. نقاشات حول ولاية الفقيه نوعين، في نوع النقاش القديم يعني الاستدلال عليها من الكتاب والسنة،
وبقية الاستدلالات والمناقشات التي تأخذ بعين الاعتبار ما حدث يعني في القرون الأخيرة. هذا القسم الثاني لم أجده يعني راسخا، يعني لا يناقش باعتباره دليلا يستحق الاهتمام والتوقف، وإنما يجب التركيز على القسم الأول باعتباره هو الكلام. أنا أجد أن يعني مسارات العلم الشرعي لا تقدر كثيرا الآراء الجديدة، الاستدلالات الجديدة، مقصودي الجديدة من حيث التأسيس وليس من حيث التاريخ. النقطة الثانية، الواقع أنت أشرت إلى أن فكرة الدولة التي طرحتها وثيقة الأزهر تقترب إلى، أنا في رأيي هي فكرة الدولة المدنية، أنت قلت أنها تقترب، أنا أشوف لها هي فكرة الدولة المدنية، ولكن لفت انتباهي الكلام حول اقترابها من العلمانية. أنا أجد أن النقاشات نحو العلمانية متأثرة بصراع سابق أثاره يعني صراع سياسي، أو هو في الأصل صراع سياسي بين اليسار ولا سيما يعني القوميين وبين المفكرين والكتاب من الإخوان المسلمين، التيار الإخوان المسلمين. في ذلك الصراع الذي يعني نشب في الستينات واستمر بشكل عميق جدا في السبعينات إلى أن توقف تقريبا في الثمانينات، جرى تصوير العلمانية باعتبارها صندوق كله مشكل، فإما أن تختار الإسلام أو تختار العلمانية، ما في شيء في الوسط. فالحقيقة أن هذا النوع من التصميم جعل النقاش في الموضوع محرجا إلى حد. أنا أجد أن كثير من وجوه العلمانية يعني لو إحنا فكرناها وناقشناها نشوف ما في إشكال، بل نحن نمارسها نطبقها، يعني الدولة الإسلامية تطبقها وعامة الناس يطبقونها والفقهاء يطبقونها، يعني يطبقون عملا يوصف في الفلسفة بأنه علماني. على فكرة بس عشان بس هناك كثيرون من يقولون إن الحنبلية ومعها الوهابية قدمت شكل بدائي أولي للعلمانية من حيث أنها ميزت أو فصلت بين الدين، بين رجل الدين ورجل الدولة وقامت بينهما علاقة. هذا شكل أولي للعلمانية، يعني كان ممكن البناء عليه بس زي ما تفضلت عفوا. نعم، فأنا أجد أن هنالك يعني أشكال كثيرة لما نسميه أو لما يسمى في الفلسفة العلمانية هي ممارسة مطبقة واعتيادية، لكن لأن النقاشات يعني تأخذ العلمانية كباكج أو كصندوق والإسلام كصندوق، فدائما نجد في حرج في النقاش، وأنا أشوف أنه نحن بحاجة إلى تفكيك هذه المسألة. النقطة الثالثة والأخيرة، أنا أجد أنه في النقاش حول الدولة المدنية والديمقراطية يعني هنالك نقاشات حقيقية وهناك نقاشات مفتعلة. من النقاشات المفتعلة النقاش حول من يشرع، هل البرلمان الذي يمثل الشعب هو الذي يشرع أم الله؟ وهذا في رأيي نقاش مفتعل لا وجود له في دولة ديمقراطية أو طبعا في الدولة الدينية وفي الدولة المدنية الشرع ليس من الله، وإنما الشرع هو من البرلمان أو من الحاكم النتيجة من البشر، فإما أن يكون واحدة أو أن يكون مجموعة كما هو في حال البرلمان. أظن في الجملة أن هذا من النقاشات المفتعلة، ولكن للأسف هي يعني تحول إلى شيء جدي وحقيقي في يعني أحيانا عقبة في سبيل الدعوة الديمقراطية. شكرا دكتور. نعم، سوف أخذ بعض المداخلات والأخ إبراهيم مع الاختصار. أعرف عن إبراهيم طول. بسم الله. هذا أنه جارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. تحية خاصة للفاضل. لدي عدد من الأسئلة والملاحظات سأقرأها بشكل سريع لأجل الاختصار. أتصور دكتور خالد من المهم أن نضع قيم معيارية
من المهم أن نضع قيم معيارية يمكن أن تكون مقياس نقيس عليه التحولات الحاصلة في المنطقة حتى لا نشتبه أن هذه الدورة أو غير. هذا شيء، هذا أولا. ثانيا، تحدثت كثيرا عن نظرية القهر والقلبة وولاية المتقلب. السؤال، هل هذه النظرية نظرية سياسية أم دينية؟ هل هي وليدة النص الديني؟ هل في النص الديني ما يبرر نظرية القلبة؟ من الذي يبرر للآخر، الديني أم السياسي؟ أنت أشرت أن هذه النظرية، نظرية القلبة، قد سقطت نتيجة الثورة، وهو غلبة أيضا يعني. واحتمال عودة هذه النظرية شيء محتمل، والسؤال هنا كيف يتم تفكيك هذه النظرية بحيث نمنع عودة هذه النظرية مرة أخرى. في كتاب محسن كدبر بعنوان نظريات الحكم في الفقه الشيعي، يقول أن هناك 9 نظريات، ونظرية ولاية الفقيه هي أحد النظريات في الفقه الشيعي، وهي النظرية التي أتيحت لها فرصة التطبيق يعني، بينما لم تتاح فرص للنظريات الأخرى. فيوم يعني النظريات اللي أشار لها محسن كدبر لم تتاح لها عملية التطبيق، يعني نظرية ولاية الأمة على نفسها للراحل شمس الدين وغيرها من النظريات، أتيحت لها فرصة التطبيق نتيجة أتيحت لها فرصة التطبيق نتيجة وجود ثورة. سؤال آخر يعني، هل تطبيق وثيقة الأزهر بشكل عملي هو عمل تنويري تثقيفي فقط أم يحتاج إلى غلبة أيضا؟ بمعنى، هل إذا أردنا أن نطبق مفهوم الديمقراطية نحتاج إلى ثورة أم نحتاج إلى عمل تنويري؟ السؤال الأخير، كيف يمكن تحقيق أهداف وثيقة الأزهر بدون عنف وبشكل سلمي؟ شكرا. حياك الله أستاذ إبراهيم. نأخذ مداخلة نسائية ثم نترك المجال للدكتور للتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. نسينا السادة، شكرا للدكتور. سؤالي من فقرتين، وثيقة الأزهر وتحويل الأفكار ومبادئ وبنود هي رائعة وجميلة، لكن ما الذي يميزها عن المواثيق والمعاهدات الدولية؟ هل أصلها وأساسها أو منبعها ديني؟ وإلا ستكون حالها مثل حال الأخريات، لن تطبق يعني، لن تصل إلى أرض الواقع. شيخنا أخالفك في موضوع تقسيم الطائفة والإيديولوجية للثورات والاصطفاف مع هذه الثورة على أساس ديني، لربما قد يكون على أساس مصالح بس مش عشان أساس مذهب أو طائفة. شكرا جزيلا. أنا حقيقة أتفق مع الدكتور توفيق في يعني في الكثير الذي قال فيه. صحيح، المدرسة الشرعية عادة لا تقبل النصوص الحديث، هذا صحيح، لكن السؤال ما الذي سيترتب على قبولها وعدم قبولها؟ إذا كانت مؤسسة الأزهر تحولت إلى مركز أو نقطة أو بؤرة تكرار الاتفاق على مثل هذه الوثيقة، أصبحت هذه الحكيمة يعني هذه الوثيقة حاكمة عليها، لها تأثير على العمل السياسي، كان لها تأثير على كتابة الوثيقة يعني الاسترشادية لكتابة الدستور، وصار لها تأثير على وسيكون لها تأثير على عملية كتابة الدستور. أعتقد إذا طلع الآن الدستور، كل لاحظتم العملية السياسية كيف تمت في مصر، الإخوان المسلمون حاولوا يستغلون أغلبيتهم في البرلمان بالسلطة والهيبة،
قالوا في البداية أنهم لن يرشحوا أحدا، لن يترشحوا للبرلمان بأكثر من 30%، وترشحوا بما هو أكثر من 50%. قالوا لن يرشحوا أحدا للانتخابات الرئاسية، ورشح. وقالوا أنهم يريدون أن يشارك الجميع في كتابة الدستور وفي تشكيل الهيئة المناط بها عملية كتابة الدستور، وانقلبوا على هذا الوعد. ما الذي حصل؟ وهذا المهم، الذي حصل أن كل القوى التي كانت ممثلة في هذه اللجنة كلها زعلت بما فيها الأزهر، زعلت، والكنيسة القبطية زعلت، والمحكمة الدستورية زعلت، عدا عن الليبراليين وعدا عن شباب الثورة وعدا عن كل القوى زعلت. وبالتالي وجد الإخوان أنفسهم في مأزق الحقيقة والعملية السياسية في مأزق. من هنا كان المخرج أنه إلغاء ترشح كل الجماعات هذه، أبو إسماعيل وهذا الشاطر مع عمر سليمان مع كل مخرج. طبعا دي مبرر. الذي يحصل في مصر حتى الآن عملية طبيعية، لأن مصر في حالة ثورية، والحالة الثورية لازم تأخذ وقت. هذه التحولات التي ظهرت الآن في وثائق سياسية أو وثائق فكرية سوف تتبلور أخيرا في نص الدستور. أنا أعتقد أنه سيكون لها تأثير، كون أن المؤسسة الدينية اضطرت أن تتماشى مع متطلبات الثورة. هذا تغير. قد يقول بعض من هذا نوع من الالتفاف، يعني نوع من المرور، محاولة احتواء الزخم، محاولة احتواء العملية السياسية، هذا وارد على الجهة، بس لازالت العملية تسير بشكل طبيعي. بالنسبة لتفكيك الجدل حول العلمانية، هي المشكلة حقيقة المأساة انه بصراع ما في حل لمأزق الدولة العربية بدون العلمانية. سوف يدرك الجميع هذا في النهاية. الناس تخطئ عندما تقول أن العلمانية تعني الإلحاد. العلمانية ليست ايديولوجيا، العلمانية مجرد آلية. الشيوعي ممكن يصير علماني، المسيحي ممكن يصير علماني، الرأسمالي ممكن يصير علماني، الاشتراكي ممكن يصير علماني، الإسلام ممكن يصير علماني، الليبرالي ممكن يصير علماني. هذا يعني أن العلمانية ليست ايديولوجيا، لأنها قابلة للتطبيق والاستخدام والتكييف داخل كل المنظومات الايديولوجية القديمة والحديثة. والعلمانية هي يعني هي الحالة الوحيدة التي تجعل واحد سني أنه ما ينظر للآخر من زاوية الطائفة حتى، لأن هذه مشكلة. لأنك أنت تنظر للآخر، تنظر للتاريخ، تنظر للمجتمع، تنظر للعملية السياسية، تنظر للدولة من زاوية الطائفة ومن زاوية مصلحة الطائفة. وهذا اللي يحصل بين السنة والشيعة. الشيعي يطالب بحقوقه كشيعي، والسني يطالب بالتمسك بالسلطة لأنه سني. وهكذا. ما في أحد يقول يا جماعة أنت مواطن وأنت مواطن، أنتم تنتمون دولة واحدة، لماذا لا تطالب بحقوقك كمواطن؟ وهذا تطالب بحقوقك كمواطن. كيف تخرج من هذه الدوامة إذا لم تخرج الدين من الدولة؟ لازم تخرج الدين من الدولة، لازم تحيي الدين في العملية السياسية. إذا ما حييت ستأتي فئة غالبة، تغلب الوهابيون على الدولة السعودية، وتغلب الخميني وجماعته على الدولة العربية. نفس العرض، كل واحد عنده منهج ديني تغلب على الدولة، شكلها وصاغها ورسم سياساتها وشكل مؤسسات القوم، يعني الدستورية والقضائية وفق هذا المفهوم. وهذا حصل في كل الدول عبر التاريخ. يعني الشيعيون عندما استولوا على الدولة في الاتحاد السوفيتي كيفوها حسب كراءتهم، مع أن هناك ناس يختلفون. وتعرفون الجدل الضخم الذي حصل في الأدبية في الماركسية. هناك شيء اسمه الماركسية السوفيتية، وهناك الماركسية الغربية، Western Marxism and the Soviet Marxism.
وما بينها. فبالتالي إذا أخضعت مفهوم الدولة، وبالتالي أخضعت عملية التشريع، وأخضعت عملية يعني مسألة الحقوق السياسية والإنسانية، إذا أخضعتها لمفهوم الدين، ستأتي فئة معينة سوف تسيطر على هذه الدولة وتشكلها وفقا لمفهوم الدين. ولا يعني لا تضحك على، ما في داعي نضحك على أنفسنا. أنا ممكن أجي أمثل عليك وأنا سني وأقول لك أطرح لك كل طروحات اللي أنت عايزها، بس لما تقول الحكم أنا بتولى الحكم كسني، وبصير الدولة عشان تكون سنية، وهكذا. كيف كان الوضع أيام صدام حسين؟ كيف الوضع الآن؟ دور الإخوان الشيعة بدلاً يبدأوا بداية جديدة حقيقية في العراق، وضعوا الاصطفاف الطائفي وأدخلوا العراق في مشكلة، في نفس المشكلة المذهبية. الآن العراق منقسم إلى ثلاثة، وأنت عندما تفشل بعد نظام مثل صدام حسين من أسوأ الأنظمة التي عرفها التاريخ العربي الحديث، هذا يعني أنك كنت فاشل. يعني كنت ماشي، لم تأتي بعد إنسان متميز. يعني أنت استلمت العراق بعد فترة رديئة جدا، إذا ما سويت فيها فرق متميز معناته أنك أنت أفشل من اللي قبل، يعني في هذه الحالة. والسبب كل هذا، السبب كل هذه الانتكاسات، السبب هو وشو؟ الطائفية. ما هو مصدر الطائفية؟ أن تدخل الدين في الدولة وأن تتعامل مع الناس على هذا الأساس. نزيل الأخ الظاهرين، ولاية المتخلف هي نظرية سياسية بحتة. مفهوم السلطة عند أهل السنة، هذا تميز على فكرة أهل السنة عن الشيعة، موضوع السلطة، موضوع الحكم عند أهل السنة هو موضوع سياسي، لكن يحتاج إلى شرعية دينية. يعني أنت مثلا يعني ما مطلوب منك أنك تؤمن مثلا بمعاوية، معاوية تولى الحكم، أنت قد تختلف مع معاوية، قد تتفق مع معاوية، قد لا ترى لمعاوية قيمة وما لا قيمة، بس هو حاكم. لكنك لا تستطيع أن تتخذ هذا الموقف عند الشيعة من الإمام إذا لم تؤمن بعصمة الإمام، فأنت قد تخرج نفسك من الإسلام أصلاً. هذا شيء مش موجود عند السنة. ممكن ولي الأمر يأتي ويعاقبك، يدخلك السجن، ربما يقتلك، ربما يعذبك، ربما يزور، بس هذه كلها عمليات سياسية بحتة، ما ليس لها تبعات دينية، ما عدا ما يقولون لا يجوز لك، يعني لا يحق لأحد أن يموت وليس في عنقه بيعة. بس لاحظ مبررهم الرئيس وشو؟ تجنب الفتنة. الفتنة مصطلح سياسي خالص. الفتنة يعني فوضى، يعني الحرب، يعني القتال، يعني انهيار النظام، هذا معنى الفتنة. تبرير ولاية المتغلب هو سياسي خالص صرف، ليس له تبرير ديني. هو تساءل عن عودة النظرية، أشرت إلى كيف نمنع عودة ولاية المتغلب. أنا كتبت هذا، شوف أنت لي. ليس هناك ضمانات في التاريخ. نحن في بداية الربيع العربي، لا أتصور أنه بعد كل ما حصل أنه سوف تعود مثلا مصر أو تونس. أنا عندما أستمع إلى طروحات جماعة حزب المنبر بتونس، طروحات بصراحة متقدمة حتى على المصريين. المصريين يعتبرون الآن أمام الطروحات التونسية متخلفين درجات كبيرة، بل إن مصر بدأت تفقد ما كان يسمى بين قوسين بريادة مصر في العالم العربي. يعني عندما تستمع إلى راشد الغنوشي، عندما تستمع إلى عبد الفتاح مورو، أنت تستمع إلى رجال الدين بشكل يعني مش معروف في العالم العربي. يعملون بالفعل
على التوفيق وعلى مصارعة الفكر الديني أو الإسلام مع المرحلة العصر الحديث بكل ما تعني الكلمة. هذه جرأة أنه يطلع هذا الرجل الموجه يقول لك أنا لست مع أن ينص الدستور على أن الشريعة هي مصدر للتشريع أو مصدر أساسي. لازم تخرج الشريعة من الدستور هو. هذا موقف جريء الآن. هذا موقف جريء بشكل ضخم. خاصة مع وجود تيار سلفي في المناطق الإسلامية. أما ما الذي يميز الأخت نسيمة؟ ما الذي يميز هذه الوثيقة؟ أنا أعتقد هذا يميز. أنه بعد صيام أكثر من 1400 سنة تأتي مؤسسة دينية رئيسية وتصدر هذه الوثيقة. هذا تحول هذا، ما لي يكون التحول في العالم؟ كل الجماعات، كل المؤسسات هذه كانوا يحرمون الكلام الذي يقولونه الآن. كانوا يعتبرون محرمات. كانوا يعتبرون الديمقراطية حرام. مؤسساتنا الدينية الآن الموجودة التقليدية لا زالت تحرم الديمقراطية. أي لا بس كانوا هم في الأزهر كانوا يحرمون. الإخوان كانوا يحرمون الديمقراطية. تحول. طب هذا يعني هذا زمني. شكرا. سيكون المداخلات على التوالي الشيخ سعيد الحرز، الأستاذ محمد المحفوظ، الأستاذ حسين الغزوي، الأستاذ خالد النزر، والأستاذ جعفر النصر. في البداية أرحب بالدكتور العزيز على هذه الكلمة ونشكره على الصراحة والوضوح، وأتمنى هذه الجلسات تتكرر لأنه يتضح من خلال الكلمة هناك فهم شاسع في معرفة بعض المبادئ وبعض المعالم لكل المدرستين. في البداية طبعاً كلام ثقيل وطويل ومعقد ومسائل شائكة ومواضيع متعددة جداً وتحتاج إلى بسط في الكلام وبحث طويل حقيقة، ولكن مع الشكر الجزيل للدكتور وددت في البداية أن أشير إلى بعض الملاحظات وأيضاً في محاولة للإجابة للسؤال الذي طرحه الدكتور أين تكون النظريتان؟ أولاً طبعاً ابتداءً أقول أن مشكلة الإسلاميين ومشكلة غير الإسلامي في فهم الإسلاميين أو مشكلة الإسلاميين في فهم الإسلام هو ذلك الخلط الشنيع بين الدين والشريعة. هذا خلط الدين هو لا إكراه فيه، الدين لا إكراه فيه، الشريعة هي وليدة الدين، الشريعة هي وليدة الدين وهي تلزم لمن يؤمن بهذه الشريعة. هي وليدة الدين، الشريعة وليدة الدين، والدين أعم من الشريعة. الشريعة هي نظام، هي طريقة تطبيق للدين نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا الخلط يحتاج إلى بسط لأنه كثير من الناس يخلطون بين الشريعة. نحن نقول طبعا لست ليبراليا كما ترى او كما تعلم، ها نحن نقول بالدوله الدينيه ولا نقول بالدوله او بالحكومه الشرعيه، وهناك فرق بين المفهومين حقيقه. فينبغي هذا البحث يبسط في التفريق بين الدوله الدينيه وبين الحكومه الشرعيه. في معرض الاجابه على السؤال اين ستكون النظريتان، هي نظريه ولاية دعني يا شيخ سعيد دعني استوعب معك من بعض. لا إكراه بالدين، هل في إكراه الشريعة؟ لا هو لا إكراه بالدين. طبعا هناك تأمين إكراه مثل الشريعة هي النظام الداخلي لأي شركة. أنا أعطينا عن هذه واضحة، لا إكراه بالدين، لا إكراه بالدين، الدين هو طبعا الغطاء الشيء هو المصدر الأساسي. صحيح صحيح هو الأكثر. نعم لا إكراه في هذا الشيء. نعم كويس هذا واضح. وفي آيات كثيرة صحيح. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على فكرة في نصها كذا مباشر. صحيح. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كويس الشريعة هل ممكن نقول إنه فيها إكراه ولا ما فيها إكراه؟ كيف الشريعة باعتبارها برنامج يومي للإنسان هي كمثل أي نظام داخلي لأي شركة. إذا قبلت توقع الاتفاقية في أي شركة من الشركات
أنت قرارك هذا بإرادتك أنت، فأنت ستلزم بأن تحضر من الصباح، أن تلتزم بأن لا تغيب، أن تلتزم بأمور كثيرة. هذا وليدة إرادتك الأولية للقبول بالشريعة. أما إذا لم تكن تؤمن بالشريعة ها ولا تريد الدخول بهذه الشريعة، فأنت لا تلزم بذلك. فأنت لا تلزم. مثل من الذي يقرر هذا؟ من الذي يحدد الشريعة؟ هذا مبحث طويل نريده الحين. أنا عاطفي هنا مش لا لما يجي واحد شيعي ويقال الشريعة لا يعرف نظام شيعي، لما يجي واحد سني يحط شريعة أنت بإرادة شريعة سنية. لا أنا الذي أريد أن أصل إليه أو مسيحي يحط شريعة مسيحية. لا لا فأنا حينما لا أكون قابلا بهذه الشريعة فلا يستطيع أحد أن يلزمني بهذه الشريعة. هذه النقطة. هو قرارك بالدخول بهذه الشريعة، قرارك بالدخول في هذه الشريعة ها هو الذي يلزمك بأن تلتزم به. لا 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 اختيارك لا. الأول لا كلام ما يتزم. أنا قبول، هل قبول الدين ملزم بقبول الشريعة؟ لأن الشريعة هي قراءة للنص، والنص له قراءات كثيرة. الشريعة هي التطبيقات والقوانين داخل ما يؤمن به الإنسان. ما نختلف على هذا الشيء، هي تطبيقات نظرية. الشريعة هي تطبيق أو هي تحويل هذه المبادئ إلى نصوص قانونية، إلى نصوص قادرة للتطبيق. نعم كويس. إذا أنت بس هذا يتم بناء على قراءة معينة للناس. أنت تعرف الوهابيون لهم قراءة ويضعون قراءة أحسن كويس أحسن، وتعرف الأخوة جماعة الخميني في إيران يضعون قراءة لهذا النص ويضعون شريعة لهذا النص. صحيح. فروح للشافعيين في مصر ويفعلون الشيء نفسه. الآن في تونس يفعلون شيء رابع. الدين أشكالية الدين أولى من الشريعة. الدين أولى من الشريعة. فما دام الدين أيوة. ليس مكرها. تتفق أنت مع راشد الغنوشي ولا؟ لأن راشد الغنوشي يقول كلام يقول نحن يجمعنا الدين والشريعة تفرقنا. الشريعة إذا جاء إنسان مسلم وآمن بالإسلام ها فهذا الإسلام قوانينه من قوانينه وقوانينه سبحانه، ولكن في فهمنا لهذا الدين. مثلا شارب الخمر، الشريعة تقرر أن شارب الخمر ما دام مستترا على نفسه لا يظهره لا يخرق هذا الحكم القانوني العام فهو مع نفسه، أما إذا أراد أن يجاهر بهذا ويكسر هذا النظام الشرعي فحين له إجرام هذا ردعي عن أن يكسر هذا القانون أو هيك هذا القانون. فإذا كان عندك واحد مسيحي يحب يشرب في البار هذا لا يؤمن بالدين فلا يؤمن بالشريعة. أنا جئت لك بمن آمن بالشريعة وآمن بالدين. أما إذا شخص لا يؤمن بالدين أصلاً. هو أفهم فكرة يا شيخ على سبيل أن شخص لا يؤمن بالشريعة. يؤمن بالشريعة. المواطنين أنا جبت لك المثال كلهم دولة واحدة. هذا شخص واحد قبطني مصر ولا ماروني مثلا لا تقيم عليه لأنه لا يؤمن بالشريعة. لم يلزم نفسه بذلك، فلماذا تلزم نفسه تلزمه بذلك؟ هذا القانون بالسيارة. التفريق بين ولاية الفقيه وولاية المتغلب مجموعة من الفروقات تذكرها على سبيل العجالة. أولاً ولاية الفقيه هي محل خلاف في حدودها وفي من يطبقها في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يعني هل حدودها الدنيا أو في الولاية الحسبة فقط أو الولاية الحسبية، من يطبقها الفقيه أو شورى الفقهاء، هناك مقولة متعددة. أما مدرسة إخواننا السنة فولاية المتغلب تكاد أن تكون متغلبة فعلا، هي مسيطرة يعني على المدرسة. الفرق الثاني ولاية الفقيه هي ولاية صفات ومؤهلات، وهذه الصفات والمتأهلة والمؤهلات ينبغي أن لا تتعارض مع قيم الدين وأحكام العقل، يعني ينبغي أن لا يكون مستبدا، أن لا يكون ظالما، أن لا يكون فاسقا، أن لا يكون أما ولاية ولاية المتغلب هي ولاية قوة
ربما تتعارض مع الدين، تتعارض مع الدين، ولكن ينبغي أن نؤمن بها. بس مع ذلك السنة يرفضون ولاية الفقير رغم كل شروط الإسلام. هم يرفضون ولاية المتغني. يقبلون. لو خيروا لما قبلوا. لو خيروا لما قبلوا. لا ما في أحد يقبل ما هو متغرب. لا لكن يعني معايشة ومجاراة للواقع. لكن ولاية ولاية الفقيه مرفوضة عند السنة. رغم كل صفات الخلد وعليها. طيب. مدرسة أهل البيت التي أنتجت ولاية الفقيه هي مدرسة منفتحة على اجتهاده. ومن ثم أن يقول شخص بمقولة مغايرة ولاية الفقيه فهذا أمر عادي. ولهذا ستجد في إيران نفسها أن هناك من يقول بخلاف ولاية الفقيه ويظل موجوده. طب ماذا حصل لآية الله وطبعا؟ كل فلان وفلان هناك ولاية وضع تحت الإقامة الجبرية ومنع من النشاط. ليس لا بالعكس هو لأنه عارض الإمام الخميس. هو معارضة سياسية ولكن نتكلم عن معارضة ثقافية فكرية. يعني هناك مدارس عايشة. هناك السيد الشيرازي كان يوم ولاية شورى الفقهاء وكان موجودا ولكن في مناكبات. ولكن تعرف جماعتنا بس يعني أنا يعني ما فقط للفكرة نفسها. نعم. جماعتنا هنا سجنوا مشايخ. دخلوا مشايخ خلاص يعني تجاوزوا حد معين ودخلوا السجن. آية الله منتظر كان ممكن يدخل السجن بس يبدو المركز الديني آية الله صعب انك تدخل آية الله السجن فحطها في غام جبريل. لو في غيره كثير وليس هناك ليس هناك. لو اني اقل درجة هي نفس الشيء اللي حمى آية الله الخميني ايام الشاه. عندنا الخروج على ولاية انا حاولت ان افهم منك انه الخروج على ولاية الفقيه او على صاحب الولاية المستند الى ولاية الفقيه كالخروج على الامام المعصوم هذا خلط. لا لا مو بتاخذ لا هو بس انه يقترب من الخروج على الامام. طيب ولا مو خروج على الامام ليس كافرا. لا ليس كافرا ولكن الخروج على ولاية المتغلب يعني يسمى خروجه. اي نعم يسمى خروجه وهو خارجي. اما في مدرسه اهل البيت فلا يسمى خارجيا. شيخ سعيد هو الموضوع سجالي بامتياز ولكن لا نريد ان نتحول الى نقاش بين اثنين وانما ان يتاح المجال. عندنا سبعه متداخلين. اخذت وقتك شيخ سعيد بس اسالت سؤال واحد بثلاث كلمات. طبعا هناك سؤال اساله للدكتور يعني هل يستطيع المثقف او المفكر الليبرالي الخروج عن نسقه المذهبي يعني في تقييم بعض الثورات التي ذكرها الدكتور ربما كثير من الحاضرين يقول هذا لا يخرج عن النسق المذهبي رغم ان الدكتور يقول انه ليبرالي هل يستطيع المثقف الخروج عن النسق ودمتم وشكرا لك. شكرا استاذ محمد المحفوظ. دكتور اود ان اتحدث عن نقطتين اساسيتين في هذا الموضوع. النقطة الأولى يبدو أن الفرضية الأساسية التي انطلق منها الدكتور في ورقته أن تحولات الربيع العربي تشكل فرصة تاريخية لإنهاء خطيئة تاريخية حدثت في المنطقة العربية والإسلامية وهي إنهاء ظاهرة ولاية المتغلب. فهذه فرصة لإنهاء هذا الشكل من أشكال الأنظمة السياسية. يبدو لي هذه هي الفرضية الأساسية لورقة الدكتور. أعتقد من السابق لأوانه الحديث عن ظاهرة الربيع العربي بوصفها رافعة ومنهية إلى مشكلة ذات بعد تاريخي وسياسي في المنطقة العربية. والسبب في ذلك ببساطة شديدة أن تطورات الربيع العربي إلى الآن أنهت المستبد في الدول التي انتصرت فيها هذه الثورات ولكنها بعد لم تنهي ظاهرة الاستبداد وظاهرة الدكتاتورية في المنطقة العربية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة إلى دور قوى الإسلام السياسي في تعجيل حركة التحول نحو الديمقراطية وبناء دول مدنية. يبدو لي هناك شرطان أساسيان لكي تشترك هذه القوى الإسلامية
التي وصلت إلى تصدر المشهد السياسي في بعض دول الربيع العربي حتى تكون شريكة إيجابية في موضوع التحول نحو الديمقراطية. الشرط الأول هو الالتزام باللعبة الديمقراطية بكل مقتضياتها ومتطلباتها، وعدم الاندفاع نحو يعني عقد صفقات سياسية، وبالذات مع المؤسسات العسكرية التي لا زالت تسيطر على مؤسسة الدولة في دول الربيع العربي. والشرط الثاني هو عدم إسقاط المنطقة في الفتن الطائفية والمذهبية، وهذا يتطلب من قوى الإسلام السياسي في دول الربيع العربي خلق مقاربة فكرية وسياسية جديدة لظاهرة التعدد الديني والمذهبي في المنطقة. وشكرا. يعني لو أردت أن تختصر النقطة الثانية بكلمتين. النقطة الثانية الأخيرة. حتى تساهم قوى الإسلام السياسي في مشروع التحول نحو الديمقراطية بحاجة إلى مسألة الالتزام باللعبة الديمقراطية بكل مستوياتها ومقتضياتها. المسألة الثانية عدم إسقاط المنطقة في الفتن الطائفية والمذهبية، وهذا يتطلب خلق مقاربة فكرية وسياسية جديدة لهذه القوى لظاهرة التعددية الدينية والمذهبية. شكرا. في المنطقة. وصلت الفكرة. شكرا أستاذ. أستاذ حسين غزوي. السلام عليكم. وعليكم. أهلا وسهلا بك دكتور خالد بين أهلك وأصدقائك. الله يحفظك. يطيب لي المشاركة معكم في هذه الأمسية الفكرية. سؤال واحد فقط، ما هي السبل التي يمكن أن تصلنا إلى العقد الاجتماعي؟ أعد السؤال. ما هي السبل التي يمكن أن تصلنا إلى العقد الاجتماعي؟ وشكرا. شكرا. الأخ جعفر النصر. السلام عليكم جميعا. الدكتور مرحبا بك بيننا. ولاية المتغلب، نظرية أهل السنة في الحكم. التنويه فقط، أنا أعتقد أن نظرية المتغلب هي واقع متلازم مع المسيرة البشرية منذ بداية تشكل المجتمعات البشرية على مدى التاريخ. أعد. ولاية المتغلب هي واقع لا يختص فقط بأهل السنة، هذا تنويه فقط. المسيرة التاريخية للمجتمعات البشرية كلها كانت تحكم بهذا المنطق. أيضا الشيعة كانت لهم دول في التاريخ الإسلامي كالقرامطة والفاطميون، البويهيون طبعا أنت اعتبرتهم سنة ولكن الصليحية، الصفوية، القجرية كلها كانت تحكم بولاية المتغلب. نظرية ولاية الفقيه كما ذكرت أنت يعني بالنسبة للحكم كانت متأخرة. هذه النقطة الأولى فقط مجرد تنويه. وصلت الفكرة. لحظة بس. لحظة. طيب. بالنسبة طبعا أنت لمست أمور عقدية كثيرة وكذا، ما نبغى ندخل إحنا في يعني في نقاش، فقط من ناحية يعني ليس كشيعي أنا بس سأقول لك يعني معلومة. أنت اعتبرت أن الخلاف السقيفة هو خلاف سياسي. أنا أعتقد كشيعي أن بالنسبة للشيعة الفرق بالنسبة للشيعة يعتبرون هناك نص، إذن لا يعتبرونه سياسي. السنة يرون أن السلف الصالح اتفقوا على الشورى في ولاية السقيفة في السقيفة، ولكن أيضا في نهاية خلافة عمر بن الخطاب كان هناك تعيين أو تحديد أسماء اثنين أو ثلاثة، فبالنسبة للشيعة لا يرونها سياسية. آخر نقطة، ما ذكرت بأنه نموذج أولي للعلمانية لأنها فصلت بين رجل الدين ورجل الدولة، يعني أنا لا أتفق معك وأرى أنها نموذج أولي لحكم رجل الدولة بيد رجل الدين. شكرا. وصلت الفكرة. شكرا. المايك للأستاذ جعفر النصر. الصوت. أول عندي تعقيب بسيط على ما أشرت إليه دكتور عن دار السقيفة.
ثم التطورات. السؤال الوحيد الذي طرح من يخلف الرسول، أعتقد أن ذلك السؤال في وقته كان مهما جدا وكان ضروريا وأساسيا، لأن هناك دولة وليدة تتشكل. الرسالة المحمدية لم تكن مجرد دعوة دينية وانتهى الأمر، وإنما كانت هناك دولة تأسست في دور التأسيس، وهذه الدولة كان لابد لها أن من يمسك بزمانها. من هنا جاء اجتماع دار السقيفة، ثم الخلافات التي حصلت فيما بعد بين بني هاشم وبني أمية والتطورات التي حصلت، أعتقد أن لها جذورها قبل الإسلام. كان هناك شخصيتين بارزتين في المجتمع القرشي الذي كان يشبه المجتمع المدني، هما هاشم وأمية. كان الاثنان يتنافسان على سدانة الكعبة، وسدانة الكعبة في حين ذاك كان بمثابة مركز سياسي. كل القبائل في الجزيرة العربية كانت ترجع إلى قريش، وترجع إلى من؟ إلى من هو زعيم قريش في ذلك الوقت الذي يشرف على سدانة الكعبة. هذا مجرد تعقيد عابر. أقفز إلى موضوع الربيع العربي في باختصار يا أستاذ أبو هشام، لأنه نريد الدكتور يستمع إلى مختلف الآراء على السريع لنأخذ من الآراء. شيخ لكم مداخل. في موضوع القلق، أنت أشرت إلى نقطة الإيمان الإخوان المسلمين والسلفيين وتغيير مواقفهم وإيمانهم بالديمقراطية. هناك حقيقة قلق، والقلق هذا مشروع. من يرجع إلى أدبيات الإخوان المسلمين وأدبيات السلفيين ومواقفهم من أمريكا ومواقفهم من إسرائيل، وحتى في مواجهتهم للنظام السابق في مصر كان دائما إسرائيل هي العنوان، عنوان المواجهة والعلاقة مع أمريكا. لكن بعد ما نشوف الطريق في بعد اللي حصل تطورات الربيع العربي في مصر، كان هم أول من يغازل أمريكا ويغازل إسرائيل، وكانت على بشكل صريح على شاشة التلفزيون، يعني كان شيء خفي. وإيمانهم بالديمقراطية، هل هو فعلا إيمان بالديمقراطية؟ لأنه لولا الديمقراطية هم كيف يوصلوا إلى الانتخابات؟ كيف يوصلوا إلى البرلمان؟ فهم من الضروري جدا أن يقولوا إحنا نؤمن بالديمقراطية. يعني وأنت أشرت اعتقاد شكله حسب ما تفكر. وأنت أشرت إلى اللجنة الدستورية والقوى اللي انسحبت من اللجنة، هذا يدعم أيضا القلق اللي موجود. هل هم فعلا إيمان حقيقي وهم ثابتين على هذا الموقف، أو أم أن هم مجرد موقف براغماتي؟ وصلت الفكرة أستاذ. نقطة أخرى حول اليمن والبحرين. يعني هذه ما تم التطرق لها، وأعتقد مهمة جدا شيخ الدكتور يعني يعطينا رأيه في ما حصل. تعرف التطورات اللي حصلت في موضوع اليمن والتسويات اللي صارت، ما ندخل في تفاصيلها، لكن الحراك لا يزال موجود. ما هي توقعاتكم لهذا الحراك الموجود حاليا في اليمن؟ هل سيستمر؟ ماذا ستنتهي عليه الأمور؟ في البحرين طبعا أيضا المشكلة معقدة، لأنها في البداية اتخذت صف طائفة معينة هي التي بادرت بالحركة، على خلاف ما كان حصل في الخمسينات عندما كانت هناك قوى وطنية فيها السني وفيها الشيعي. وحصل هنا للأسف ما حصل في البحرين الآن، أن هناك صار اصطفاف سني واصطفاف شيعي، والأزمة معقدة الآن في البحرين. نريد نعرف رأيكم كيف ستؤول إليه الأمور في البحرين. أحسنت.
أنا بودي أن الدكتور يستمع إلى مختلف الآراء ثم في الأخير نترك له فرصة للتعليق. الأستاذ أبو مسار تفضل. طبعا كالبقية نشكر الدكتور، وأنا أعتقد أنه محاضرة مهمة جدا في مثل هذا الوقت، حتى لا أعطي فقط سأقول بعض الملاحظات. أنت انطلقت عبد الله العبد الباكر، طلبت من قضية سنة وشيعة بالنسبة للثورات العربية، وأنا أعتقد أن الثورات العربية ثورات حقوقية أساس أكثر من كونها قضية شيعة وسنة. إيران تسمتها يعني إسلامية، صحوة إسلامية يعني على كيفها يعني سمت لها الاسم، والبعض وأنت أيضا يعني بشكل أو آخر حولتها إلى سنة وشيعة، بينما هي حركة حقوقية أساسا وحركة للكرامة. الناس تبحث عن كرامتها وعن لقمة عيشها وعن كل شيء فيها. التطور اللي حصل في وثيقة الأزهر بالتأكيد هو تطور، ولأول مرة يسقط معاوية ويسقط يزيد في التاريخ عبر هذه الثورات من بعد يعني حكم الغلبة. لكن اللي يجري في سوريا مثلا ليس حركة يعني أساسا، الجاري في سوريا في ظل حراك وتدخل أجنبي واضح، إسرائيلي أمريكي رجعي عربي واضح، تطالب فيه دول دكتاتورية واستبدادية بتغيير ديمقراطي في سوريا، هذا شيء واضح تماما التدخل فيه. وفي البحرين أيضا قضايا حقوقية للشيعة بالتحديد، اللي عليهم يطالبوا بحقوقهم الطبيعية في بلدهم اللي هم فيه أغلبية، ومع ذلك أنت ما تسميه ثورة. فيعني أتصور أنه هذا ما هو عنه. شكرا شكرا شكرا. الأستاذ ميثم وراك. إذا صار مجال. السلام عليكم. أنا أتفق تماماً مع الدكتور في أن ولاية الفقيه في تفاصيل تطبيقاتها من حيث فرض الطاعة لا تختلف عن فرض الطاعة في النظرية السنية، وهي نظرية طاعة ولي الأمر. كما أن حتى ولاية الفقيه المحدودة في الفقه الشيعي لا تختلف عن نظرية طاعة من غلب في الفقه السني. طيب، لماذا التركيز على قضية ولاية الفقيه؟ هل لفقاعة اللون الإيراني أو لدور إيران في المنطقة الآن؟ السؤال الثاني، هل بالإمكان إيجاد العدل لكل المواطنين في ظل الحكم الديني؟ شكرا. النقطة الأخيرة بس، الكثير يقول خصوصا الشيعة السعوديين أن الديمقراطية في الخليج أو في السعودية ستنتج حكم سلفي. اللي فهمته من النظرية، لا، السؤال الأخير. هل بالإمكان إيجاد العدل لكل المواطنين في ظل حكم ديني أو حكم متدين؟ النقطة الأخيرة، الكثير يقول خصوصا الشيعة السعوديين أن الديمقراطية في المملكة ستنتج حكم سلفي متعسف، وبالنتيجة أعد صوتك ما كان واضح. الكثير يقول خصوصا الشيعة السعوديين أن الديمقراطية في الخليج أو في السعودية ستنتج إلى حكم سلفي متعسف، وبالنتيجة المزيد من الاضطهاد للمواطنين الشيعة. فكيف يعني، هل في تصويب للرؤية هذه ولا لا؟ خالد النزر، ولاية المتغلب هي واقع لا يختص بها السنة. يعني استنتاجك أنت مثلاً، أنا ما أختلف معك كثيراً في الحقيقة، هي دائماً الحكم الديني أنا بالنسبة لي طبعاً فهم حسنك للغاية. بالنسبة لي الحكم الديني لا يمكن أن يكون عادلاً، لأن الحكم الديني دائماً يتبنى قراءة معينة لهذا النص ويعتسف تطبيق هذه القراءة على من يختلف معه. في نهاية هذا اللقاء الشكر موصول لكم جميعا، ونشكر سعادة الدكتور على رحابة صدره، وأنا أتمنى أن يجلس ليس يوما واحدا وإنما ثلاثة أيام الضيافة العربية.
حتى يتمكن من الاستماع إلى مختلف الآراء حول هذه القضايا الشائكة. أشكركم جميعا وأدعوكم إلى ندوة الأسبوع القادم تحت عنوان النص الحديث في شعر الشباب أمسية شعرية بمشاركة الشاعر سحر العبندي، الشاعر علي الشيخ، الشاعر حسن حليل. إلى ذلك الوقت تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.